السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا؟ كيفاش نتوما؟ كنتمنى لكم بيتكم يعني كان هذا بشويه حيتاش وسما كان الدور الليل دابا نعس ما نشيت ما عرفتش واش الماء ولا ما عرفتش. المهم وسما نعس ولا هي باقي نعسه قدامه، خصني نمشي نوض حيتاش خصني ندي دابا نقعد ديريا وبلوك ديالي ما كنبغيش كاس كيف ما تكونوا كنسوا العلوان غادي نديكم اكسيون اللي عملوا لي المدينه ديالي اكسيون تبعني حتى لهنا البنات تخيلوا معايا. المهم نوض العيال نوجدها نديها الغابيريا ومن بعد عندي تجربه معكم في التنور ونعاود لكم واحد التفاصيل اكثر. شوفوا ما قدرت نصور لكم حتى شي حاجه، لا فياق ديالي لا مشروب ديالي لا فطور ديالي حتى حاجه. الوقت ما كيعطينيش البنات. شفت نوض مع 7:30 والله العظيم نوض مع 7:30 ملي ما كتخش من الغابيريا حتى تسعود ساعه ونص يلا توضيت صليت عملت سكين كير ديالي عيطا لبست عليا بالدلايات عملت واحد لابادوره خليتها هذيك مع الفطور ديالها عملت الفطور اللي عندي معاها. المهم صراحه الله ما كاتين الوقت يا حصل على الايام اللي كنت كنصور لكم الديتايز النهار ديالي. دابا جبرت انا صافي ركبنا انا اليوم في الطونوبر غادي نوصل لانكوارديريا ديالها ومن بعد نمشيو لاكسيون. عجبتني سوبر الوسيون هذا عسى باقا مشيتي بحال دابا هذه تقريبا سيمانه ونهار ولكن انا باقا مشيتي وكاين واحد السبب علاش ما مشيتش. انا نشرح لكم شوفوا البنات جاني شان لاصق في ميركادونا دويلا هنا ولا الكامل معليش نقرب لكم باش تشوفوا بعينكم. المهم البنات دابا عاد كنجلس نشرح لكم اللي حطت لاين عاد كنولي انا لا تيفا معوطه كيبقاش في بالي معاها داك الشيء. المهم كنت كنقول لكم ضحك هذا الصوم بين الناس اللي كيعرفوني بشحال هذه كنت واحد العام في فرنسا وكسب رجعت بحالي ديما كنت كنقول لهم ما غنسخاش باكسيون ولكن ان شاء الله دابا يجيني اسبانيا كنت كنقول لكم منها 10 سنين ولا 15 سنه جيت ملي داز عام حال هنايا اول اكسيون حال جيرونا من بعد حال بارسلونا سنترو ومدريد بقيت الحول في السنترو ما عادك حنايا ساكنين في بويبلو شويه بعيد على السنترو. المهم كنت كنقول دابا ان شاء الله يقرب عندنا ما عادك شفت اكسيون زعما في فرنسا يعني كيحل في مدينات كاملين قلت زعما دابا يجي لهنايا كنقول زعما باقي عاود ما عاودش على دارين اقل من عام تاد كان اكسيون جانا المدينه ديالنا فين حنايا ساكنين. المهم باش بعيد من الدار ديالي 10 دقائق بالطونوبيل قريب سوبر قريب واش غنقول لكم اللي كيعجبو داكشي ديال الدار وداكشي ديال الديكورات مولع بهادشي هذا كلشي كيحماق على اكسيون. يعني بلا ما تخيلوا الفرحه ديالي دابا ملي عندنا اكسيون هنايا قلت لكم حل هذه السيمانه ولكن انا مشيتي على سبب واحد عليكم نتوما بغيت نمشي نسجل لكم ايام الاولى نتوما عارفين تبارك الله الناس فرحانه بمحل وداكشي الدنيا كانت معمره بزاف 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 السلعه اللي كتحط كثر ديك الساعه على داكشي قلت غنستنى واحد السيمانه عاد غادي نجي باش نجي على خاطر خاطري ونسجل لكم يكون واحد شويه خاوي جبر ان شاء الله ما نوريكم. يلا حنا نحاولوا حنا غادي يلا كتدخلوا كتجبروا هذا السيكسيون ديال بروموسيون سيمانال. بالنسبه لي ما كعرفش السيستيم ديال اكسيون كيعملوا كل سيمانه اوفرتا في برودكتات بالي تجي هذه اللي كتبان لكم هذه التشينيه وهذاك كيكون فيها برودكتات هذا اللي رخيصين اللي كامل فيهم الربح ديك السيمانه هذيك. من هنايا عندنا السقاطات وتوت العواول هذا غير بيتاس بونبون دوك زعما دراس العام وهنا نشوفوا شنو عندهم ديكوراسيون دراس العام ديوان شماعات عندهم هاد الشماعات كبارين اوفيرتا 5 يورو 92 عندهم هاد الرويقان 2 يورو ديوان شوفوا هادي ديك بلابادورا اللي كنت شفت اللاين وريتها لكم في انستغرام حتى هادي اللي عندها في الدار هات مزيونه كتعيب بيا لا تنشوف ولا ما كانش الحجر. المهم مزيونه هادي لابادورا قشاوش وهادي لابابا خياط هذا كليب قشاوش طنوبيلات موتيليتاس هاد 4 يورو 95 شنو هادا هاديك فوالا كالنداري لافينت عندهم هاد الباف هادا ب 24 يورو سوبر ها عندهم بريبشات و برودكت ديال بيسا كيعمل 9 يورو 95 زيرو بالنسبه للناس اللي كيديروا كوادروس اللي كيشدوا داكشي تشماع وكوادروس وداكشي شوفوا فوق كيجيبوا هنايا كوادروس مزيونين ورخاصين وكيجيبوا الثمانية وستين شوفوا هذا الكبير عندكم هذا صغارين البوم ضد الصاور عندي هادو هادو كيعملوا 2 يورو 65 شوفوا هاد الطامبوريطات شحال مزيان
كي بونيتو مزيان. البلة كيعمل 3 يورو 95. شوف هذيك ردة بالي، انا باقي واحد الجهة اخرى فيها اوفيرتا. شوفوا هاد اول كولونيا كتعمل غير يورو و5 و89 سمحوا لي، عرفتي كيفاش نسمع ديالها؟ هذا هلا ميدا باك سكين كير، هذا على خصك يا اخرى، هذا باك سكين كير تري سان اونو وكيعمل 3 يورو 95 كي باراتو. شوف هذا ديال لابيوس باش كتعدل به الكوماج فمك. عندي هنا تقشرة ديال العيال، شعرو سبايدر مان ديال ميني، نتوما كعرفوهمش باتمان تقشرات اسمينا كما كتشوفو، ممكن على 2 يورو، 2 يورو 3، 2 يورو 95. هنا بطاطس، شوفو باكس هادو ديال مدرسة العيال، هيدا الطربوش والوانطوز ديالو 2 يورو 99، ولا مرة خاسين. بدات كيحمقوني، عندي واحدة كيعجبوني بزاف، هاديك كيقولو مزيانة بزاف ناد الراس. شوف هادو بدل العيال، هذا الطنبوريه تاع 10 يورو بدل العواول، هادو غير التخفيضات اللي كيتحلو باش كتعمرو فيهم اللي بغيتو، عرفتو هما ياك داك اللي كتحلو كيلو مربعين. شنو هادي براده برادات، هادو مزيونين ديسينا ديرهم ديكور وفي نفس الوقت برادات. فهادي براده صافي، هاني تعملو فيها مثلا قشيوشات، تعملو فيهم العاب حوجات مسخن. هادا كان شي واحد باقي ستيتو، حوجات باقي ستيتوين. هذا سكن العيال صغارين. تجي هادي ديال الديكور، إذا بنتي شي حاجة اللي معمرش شفتها فشي أكسون غنوريها لكم. هادو طوق العقل اللي شفتهم، المهم كيجيو مزيونين بالنسبة اللي معمر مثلا تفرجو داكشي. هادو ديال باش كتعملو فيهم الجويهرات ديالكم، حلقات، خوتيات. هادو ديال الديكور، ستانتيرياس، ستانتيرياس هادو دايما تقريبا كيكونو عندهم، كيكونو رخاصين، هادو كيكونو غير 3 يورو 99، 4 يورو مكيكتفهمش. شوف هاد المويبلي هذا 33 يورو بالدخل. وهاد الطنبوريطات شحال مزيونين من كانطان، كيعجبوني انا هادو. بحال الشعر ديال غليمه، شوف شحال ديال مزيون 15 يورو. شوفوا هادو كيجيو بواحد جوج طبيلات هكذا طوالين 3 يورو 95. هادي اخرى مدونه الحمد لله. هادو الزربيه تصاوب فني، هادو الطاوله باقي منهم وحده. هادو ديال العيال، هادو داك اللي كيجيو هيدا. شوفوا هادو بحال هيدا، هادو ديال الدوتشات. هادي عندنا الجهة ديال الشميات، أنواع وأشكال صراحة، الأضواء كاملين. شوفو هادو، شوفو هادو المرايا، معليك دابا الموضة بزاف المرايات هيدا مدورين، عندهم في الكحل وعندهم في الذهبي، بعشرة الأورو. هادي فنة، هادي كريسورو صحصح، هادي كيبانو يقطع، هادي فنة. هاد المرايات هيدا سمعتلهم مؤخرا دارجين بزاف على الموضة. هاد أورغانيكا وريس هادو، جات هنا بنفس التساوي بدا كي طابوريطات لي ورتهم قبيلات. هنا كاين مونطوني راني حاول صافي الاضواء كاملين، اشكال كاملين. شوفوا هذا عاود شليله، انا عندي واحده قريبه كنبغي فيها الخبز في الدار. هذه ديال اكسسواريوس مزيانه. هنا عندي السينيات، شنو واقيلا مبقاوش السينيات بزاف طوغي. هادو هايدا، شوف هادوك مزيانين، عندك الكحل ديالها، عندهم الحاسي والذهبي. وانا شفت عند وحده في انستغرام هادو في الذهبي، هادي هاد الموديل، وهادو كنت كنقول داش برك عندي هادو في الذهبي حمقوني. جاو شي حاجه مي ديفيرنت داش برك في الذهبي، كنت عندي في القادم يمكن عاد بنات بقيت كنقصات السواني. وانا نشوفو بعداك هادو، هادو تاع قالتو ولا شحال هما كاين في اكسيون صراحه، كنت ديتهم في الذهبي لماما، الذهبي كامل طرق عين نقري. هادو ديال الكعكات، هادو الشميعات، شوفوا هادو صراحة هما مزيونين بالنسبة هيدا بريد، بريد هيدا العائلة، عائلة ستيتوا هيدا مع البرد ديال تاي كريسان فما. شنو هادو كيخصكم تحتالو عليهم خصك تحالو ضغي. ومن بعد كاينة هادو، هادو هاد اللي وريتكم قبيلات، شنو لاخرين هادو بليهن شوية صغارين عليهم. وهنا كاينة الصينيات، هما داتها ديك حافظة، هما داتها ديك نهايراتي، شوفو 5 يورو 95. كاين هادو هيدا تقدر تعملو بيهم مثلا بيرفومات ديالكم، ولا تحطو فيهم مثلا حلوى، ولا مرا ما تعملو بيهم صراحة. هادو ستيتون كيعملو 3 يورو 99، وكبارين 4 يورو 99. شوف هاد الجهة لي عندهم بيجامات ديال العيال 3 يورو، روبا انتيريور ديال العواول ديال النسام. شوفو هادي ديال هاد الحوج مسخن مزيونة كيوريجينال، زينة بزاف، مكتبش التمن راه هي 17. شوف براز بوفاندا زينة،
هنا تشوفوا هذا، انا عندي فرحه واعره بزاف. هادو موبا ولكن عندها هاد اللعيبه هادي، هادي كتعمرها بالماء ما تجفف وكتبقى تشوفوا بهادي كترش بحال هكذا، هادي صعيبه لكم، بهادي كترش هيدا كتنزل تحت الماء وكتجفف. صراحه مزيون هذا التجفيف اليومي، مزيون هذا ماشي كبار بزاف. تعملوا شاده لكم للدار ولا مثلا اذا كان ما جا عندكم ضياف تعملوا شاده سبيك وتعملوا جوج من هذو ولا ثلاثه. هادو بولز باللح زينين، هذا انا عندي هادو كحل، كنت ديتهم في النقل شحال هادو كانوا كحالو لي مبقاوش مزيان. شوفو هاد النقل فات، انا باك هذا في الذهبي وباك في النقري. شوفو هادو مزيون، لاطة د الفرن لي كطيبو فيهم هيدا باستا لاسانيا طاجن فيهم لي بغيتو نتوما تفرن. عندهم هيدا ستيتوين، عندهم هيدا من ماس غراندي، هادو ميديانو، عندنا باستا ديال البيسكوتشو. شوفو هادو لي قناة شحال مزيانين كيحمقو، شوفو كيجيو شحال هكدا كبارين، ماشي ستيتوين مزيون زعما الطمانيو ديالهم. شوفو مزيون الجهة هادي عامرة بالبرودكتوز ليمبيا، صح عرفتي انواع واشكال. دخلوا عي شي مثلا اذا بغيتو شي نهار تيك توك ولا يوتيوب وكتبوا مثلا برودكتوز ليمبيا ديال اكسون، غيبقاو يشرحوا لكم كل حاجه ديال ليا، شكون حاجه من الصالحه كاين بلاد برودكتوز وكل حاجه من الصالحه. المهم انا الصراحه فهاد الساعه هذا نقول لك شي واحد اللي جربته ليا اذا عجبني، باقا ما كنتش كنشريهم من اكسون بزاف صراحه. صافي جيت بحال هنا هذاك رديت بال بان برودكتوز اكسون زيونين، ولا بركي كاين واحد الماركات اللي واقيله عالميا بحال هادو، بحال مثلا هذا، هذا كيهضروا عليه بزاف ديال الناس كيقولوا عليه مزيون. هذا شوف البنات عندهم هاد الشوايه هادي، ما عرفتش واش كتعرف هاد القضيه هادي ولا لا، ولكن اسمها الراكليت معروفه في فرنسا. فرنسا كيعملوها بزاف، كيحطوا مثلا الحام وداكشي اللي عادي يشوي يحطوا خضر فوق الميصا وكيجلسوا عليه كيشويوه وما كياكلو، فهمتوا؟ عندهم هنايا بحال واحد سباتولا ستيتوين كيعملوا فيها الكاسيتو الخضره وداكشي. المهم هذا براسيس بيرسونس وهذا باراوتشو، صراحة باغا نشريه شي نهار، باغا نشريه كنشوف يعني كنشوف ناس كيعملوا داكشي كيشهيني. شوفوا هذا غير ديال جوج ديال الناس بحال مثلا غير لي وأسامة، صراحة زعما مزيون. هذا كتعملوا داكشي داك الساك زعما فوق الميسا كطيبو. هاد الجهة ديال البنات فيها برودكتوز ديال إيشياني وديال كويلادو فاسيال كويلادو كوربورال. المهم هنايا كاينة خالص، كاينة ماركات معروفين وكاينة ماركات ماشي معروفين، بحال مثلا مثلا عندكم هنايا دوف، واخا هادي ماركه خصنا نقطعوها، المهم غير كنوريكم وصافي. هذا الزيت زيت دركان واقيله او عين باسي كيحمق، كيعمل عيج الايورو 95 وعين باسي تحطو غير ديكور هذا بالدوتش هذا ما تستعملوه ما والو. المهم احبابي ديالكم ما نوريكم شي دري من اكسيون، غادي ندير لكم واحد الهميزه اللي غادي تقدروا تستافدوا منها. لا تنساوش حلكم اللي متبعني بشحال هادي عارف بان المولد ديالي كامل من عند بينكي. هذا واحد من الموديل ديالهم اللي صراحه كيحمق، شوف شحال مزيون هاد الموديل. هذا كل مره كنوري لكم فيه الدوب تبقاو تسقسوا من العين. هذا بنات من عند بينكي، بينكي هو واحد المحل اللي كيباع موالد وكيعمل ام بي تقريبا في اوروبا كامله، كيبيع بواحد الثمن اللي مناسب بزاف بزاف. شوفوا هاد الموديل، هذا هذا فيه ثلاثه، انا خايكم واحد فوتو هاكي تشوفوا بالضبط كيفاش كيجي الباك فيه ثلاثه. son una pasada صراحه كلور كيحمق، ديزاينو كيحمق، son de muy buena calidad. mirad que las ruedas que vienen mal. وهذا موديل الثاني واخر واحد جبت من عندهم، صراحه هو عجبني بزاف، از باستانتي مينيماليستا يعني باستانتي سيمبل بالنسبه لي، مثلا ما كيزمش فيها المواد حيت ما تحتش ولا شي حاجه، بغا شي حاجه سيمبل. وصا عندكم هذا الموديل هذا اللي مزيون كما كتشوفوا، عنده هذا الديزاينو هذا هنايا ديرو كامل بكلور واحد. جامزين صراحة هاد الموديل حسب جا ستيتو جا بحال يلقي واحد شوية لوغو الديتاي ديال لاس رويداس كانو كيبان لكم تما. وكذلك كيجي باك ديال تلاتة، خليكم واحد فوتو باش تشوفو كيفاش كيجي. شوفو هي نورمالمون تي بينكي أصلا كيكون عندها ممرض بثمن مناسب، ولكن بمناسبة ديال بلاك فرايداي ديال الجمعة السوداء عادي يكون عندهم إن شاء الله واحد ديسكوينتو ديال عشرات الأورو بديدوز ديالكم كامل. يعني شريتو مثلا موالد واحد ماليط ولا شي زوج جوج ولا المهم غيكون عندك واحد ديسكونتو ديال 10 ديال الايورو. صراحه يعني بيني وبينكم هيدا اذا كنت باغي نشوف جوج موالد مثلا ليكم الراجل ديالكم ولا شي بحال هيدا، انا جوج بديدوز راه كل مره كتستافدو 10 الايورو كونوا مطورين. بالنسبه اللي بغا يستافد من 10 الايورو غادي تدخلوا باخينا ويب ديالنا، غنخلي لكم تحت في صندوق الوصف اللي هي بينكي.com ولا .es، المهم غنخلي لكم تحت ديريكتامينتي. ملي غادي تدخلوا غادي تسيليكسيونا الماليطه اللي بغيتو نتوما، ومع الاخر غادي تستعملوا كود ديسكونتو ديالي اللي هو لاتيفايشون 10، وغادي ناقص لكم 10 ديال الايورو في البيدو ديالكم. كيما قلت لكم قبيلاتي كيعملوا ام بي او تقريبا اوروبا كامله،
وحاجه اخرى كنت نقول لكم داري الشيطان بالي بالي حاجه مهمه عندكم تنساو هاد الديسكونت هذا اكتيفو غير حتى نهار 30 في شهر 11 يعني اذا كان على قلبكم والد ما تسناوش شو داقين نشروهم قبل 30 في شهر 11 راسكم عاودتي صورت لكم البارح لاسمي سلينا من عند اكسيون البارح ما كانش يعني في كدير منكم بلوك يومي ديالي من الاول كانت فيك ديري هي نمشي معكم اكسيون وصافي ومن بعد شغل نوريكم المشتريات ديالي وداكشي اللي كان شان اكسيون بعد مشيت فطرت مع اختي البارح كانت جمعه الصغار ديال سكسو عند ماما في العشيه مشيت طلعت على صاحبتي كوثر وانا بالنسبه للناس اللي كتبعوني في انستغرام اصلا الناس اللي كتبعوني يمكن كتعرفوا كوثر صاحبتي وهي مسكينه مريضه كدوز واحد الفتره اللي الصحه ديالها ماشي هي هذيك المهم دعيو معاها الله يعطيها ربي شفاء ورزق ان شاء الله في صحه جديده المهم شدوز معها العشيه ونستاجلسنا داك الشيء جمعنا وملي جيت للدار صافي لقيتوني مع العيان حيتاش كان حيد الرضاعه ومتخيلوش مسكناش شحال كتعدو شحال كتعدم انا معها البارح بالليل كانت اول ليله يعني بقات الرضاعه عرفتي شحال بكينا لا انا ولا هي كتبكي وانا كنبكي كيما تفكر عرفتي انا رجع نبكي كنت كنقول اسامه كنحس بحال بنت مع عمرها تولي مع عمرها رجعت تولي قريبه لي بحال اللي كانت المهم الصراحه واحد الاحساس لي في الشكل كتحس بواحد الفرحه على حساب الحمد لله راه تبارك الله ما شاء الله تقريبا عامين وهي كترضع الخير والبركه زعما ولكن في نفس الوقت عاود تربينا كيعز ما عرفتش واحد الاحساس غريب بزاف ما تخيلتش راسي غادي يجيني ديك الاحساس المهم على كل الله يحضر البركه في اللي رضعت والله يعاوني ربي عليها والله دابا جبرتها ناعسه يومي شي وقتي وطاع ناعسه ضربوها بنعسب مع بعضياتهم وانا قلت غادي نوريكم مشتريات دي اكسيون صراحه شفت مو بوكاس كوسات لعسب باقا رجع يمكن من هنا واحد سيمانة ولا جوج اي كل حاجة في وقتها بالي دابا نقول لكم علاش نرجع نتسخر الدرك ماشي دابا دابا تسخرتي اي واحد الحاجات هكذا اللي نقول لكم مثلا عجبوني اول حاجة ديت هاد البرودكت هذا ديال ليمبيس هاد ديال الواتر هاشيكم ما عمري جربته كنت كنشوف بان كلشي كيشكر زعما البرودكت ديال ليمبيس اللي كيبيع اكسيون بغيتي تحالي خصني غير نشوف من السما عندهم مكتوبه هنايا بان هاد لافاندا كنبغيتي تحالي هذا اسمها وارب بنت كتحمق ما ديت هذا باقا ما جربتوش ولا مبين ديتو غير 97 سنتيم كيباراتو عاد ديت هاد المشيطه اللي وريتكم صراحه عجبتني محتاجه واحد المشيطه وابارتي في التصيمه دايره طبعا برا ديكوراسيون و طول بس مي غوستا موتيسيمو 97 سنتيم من بعد ديت بانتوفيتا اللي وريتكم قويسين العيان هادي اول حاجه كورديلات المارينو ما يبانش فيها الوسخ ديك النهار تمشي للطبيب اللي كان عندي الريفيسيون والطبيبه بقات كتاكد عليا نستعملها الصبوط اللي كي تطوب بحال هكذا قال لك هادو اللي مزيانين للرجال الباول باسكو ملي تيجيو تشرو الصباط كيكون كيتسطوا كامل اخر حاجه ديت كيف ما قلت لكم ما تسخرش بزاف على صباقه ان شاء الله خصني نرجع ديت هاد السيروم هذا شوف البنات هاد السيروم تاع عندهم منهم يمكن ثلاثه الكولوريس عندهم استيبردي وتراث الواقله وتراث نارانخه انا فيت استعملت واحد النارانخه بيداميناتي واعر كان عجبني شحال هذا ولكن مؤخرا بقيت كنشوف بزاف الناس كيستعملوهم وابارتي خصي دوز زيت صافي كتعرفوا بان كاين واحد ابليكاسيون اللي كتقدروا تهبطوها عندكم كدوزوا كوديغو دي باراس وكيقول لكم كي تان بوينو اس البرودكتو يعني بانغريدينتس ديالو داكشي يعني شحال مزيان ولا ماشي مزيان مع اخر يكون واحد كابتشر بانتاي صافي لي خصي بعدها واحد سكرين شوت ديال بانتاي ديال حسب جربتها في ابليكاسيون والصراحه عطى لها كنظن 100% المهم عطى لها كي سوبر بوينو واخا رخيصه البنات مزيون كاملين ريلاكيوناموز تمام بالكاليتي درت شحال من مره البنات كنكونوا كنخلصوا ماركه ما كنخلصوا شي برودكتو يعني كتبع بحال دابا صح نتوما عارفين من انا داك انا انقطاع على بزاف ديال الماركات هذاك الشيء كامل وقع في فلسطين بحال بالنسبه للسيرافي غارنيير لوريال باريس هذوك كاملين صراحه قطعتهم خصني نقلب على البديل اكسيون سيروم تاع عندهم زوينين زوينين ورخاص كان كيما كريو كيكوست تاع يورو 99 جوج اليورو ماشي كامل وانا حبيت ديال هذو المشتريات ديالي صراحه مسخرتي بزاف ولكن كيما قلت لكم راجعه وعندكم معايا ان شاء الله اي فوالا حبيبات نتواصل في بروكسيمو فيديوز نو ديغو نادا ماس استار اتنتاس بودي كي هايان نوفيدادز او كامبيوس ان نوسترا فيدا بودي ان شاء الله خير ثم ادعوا معنا وانا ندعي معكم الله يستر لنا الله يستر لكم الله يستر لكل واحد اي حاجه على قلبه وبالو هنا ضحيه ديالي خليكم على خير كنتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو هذا كل شيء خضر على قلبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم في امان الله.